سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الشئان. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى أسفل البحث هنا عن تطبيق شئان خاص بكم، سوف يظهرنا على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف تشغيل واي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شئان، سوف يظهرنا على هذا الشكل. وإنما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم شيئا. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا